باش نتكلموا شويه على الواقع المقاولاتي، سورتو فيما يخص المقاولات الجد الصغيره والمتوسطه وتداعيات ازمه كورونا التي كان لها وقع على هذا النسيج المقاولاتي. في السابق قمنا بمبادرات لتأطير بعض القطاعات، بعد كانت هناك مبادرات تكوين، كانت مبادرات مواكبة بالنسبة لهذه الفئة من المقاولين، اللي احنا كنرتئي بأن هذه الفئة من المقاولين ولو عندهم واحد الدراية بالميدان ديالهم، صدير لو ميتي ديالهم، هم بحاجة إلى تكوين، هم بحاجة إلى وصول معلومة، هم بحاجة إلى مواكبة حتى تكون لهم نجاعة أكثر في هذا السوق اللي كي أجري تداعيات كورونا أصبحت تبعثرت الأوراق، أصبحت هناك منافسة، وأصبحت هناك أيضا خصاص أيضا. دونك حنا هنا باش يمكن لنا نعطيو واحد التوجيه أكثر لهذه الفئة من المقاولات. تم في هذا الإطار أيضا شراكة مع بنك التجاري وفا بنك، اللي تعتبر من الأبناك الرائدة على الساحة الوطنية. هذا الإطار الشراكة يرتكز على تأطير ومواكبة بشراكة مع الاتحاد الافريقي للمقاولات الجد الصغيره والمتوسطه، وبشراكه ايضا مع التجاري وفا بنك، مجموعه التجاري وفا بنك، عن طريق مكاتبها في مجموعه التراب الوطني، وايضا عن طريق مكاتب المختصه اللي هي دار المقاول. والفكره هي اننا تكون هناك مواكبه او تثمين للسيليكسيون ايضا، او اختيار مسبق للمقاولين، مقاول ذاتي او حامل المشروع. الفكره هي ان حامل المشروع يكون مستعد. قبل ما نتكلم على 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 الخطوط العريضه ديال هذه الشراكه ما بين مجموعات تجاري وفا بنك، وما بين الاتحاد اللي كان مترأسه اللي هو الاتحاد الافريقي للمقاولات الجد الصغيره والمتوسطه، بغينا نتكلموا على المسائل اللي كتخص المقاول، المسائل اللي كتخص ايضا القوانين اللي موجوده. يمكن لنا ايضا نكونوا قوه اقتراحيه لطلب بعض التعديلات بعض القوانين اللي كتخص المقاول الذاتي، واللي كتخص المقاول المقاولة الصغيرة، وأيضا المقاولة الكبيرة اللي هي لا بي ام اي، باسكو حنا كنشتغلوا في واحد الإطار، واحد ليكو سيستيم، ما يمكنش لينا نفرقوا المقاولة على المحيط ديالها. من بين النقاط اللي حنا كتكون اجوردي ملفتة للنظر، وهذا الشيء حنا كنعيشوه أيضا كمقاولين. يعني قبل ما نكونوا في جمعيات ديال المقاولات، نحن ايضا نمارس كمقاولين، وغادي نستعمل واحد العباره، نحن مقاولون وايضا مقاومون، لان صعيب انك تكون في واحد 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 لونفيرونمون اللي هو غادي شرس، وما تكونش عندك انت معلومه كمقاوم وكمقاول، تكون عندك المعلومه باش يمكن لك انك تعامل مع الوسط ديالك. هذا هو الاجراء اللي كنشتغلوا فيه اجوردي، كيفاش يمكن لنا نأطروا هاد المقاولين ونعطيوهم المعلومات في جميع الفترات ولا جميع ليزيتاب اللي يمكن ليه كيشتغل، حتى يكون مقاول ناجح. في بعض الدول الاوروبيه بخصوص فرنسا، هناك واحد المنظومه اللي كتسنى منظومه ديال الحاضنات تادير لي زانكوباتور. لو كونسيبت ديال لانكوباتور سي تادير مفهوم لانكوباتور ولا الحاضنه، هو انك انت اون طونك اونتربرونور سي تادير كمقاول ذاتي او حامل لمشروع،
كتلجأ لهذه الحاضنة غير بمشروع، تدير أنت حامل فكرة مشروع، هذه الفكرة ديال المشروع كتدخل في هذه الحاضنة اللي هي بالنسبة لي سيكون اون يوزين، هي مصنع أفكار اللي يمكن المادة الخام ديالو هي الفكرة، ولكن المنتوج هو المشروع. طب أكثر من ذلك، المنتوج هو الولوج إلى السوق، المنتوج هو أيضا تحقيق هذاك الحامل للمشروع أو اللي غادي يأسس مقاولة، كيخرج أيضا من هذيك الحاضنة بطلبات، سيتادير كيخرج أفيك دي بون دو كوموند. حنا هذا هو الكونسيبت اللي بغينا نصاوبو ونديفلوبيو في البلاد ديالنا، باش المقاول ولا حامل الفكرة كيخرج من حاضنة بدي بون دو كوموند كي سون ديجا جو ديغي كوموندي باغ دي كليون. أنا بالنسبة ليا الدور ديال الحاضنة لا يقتصر فقط في تأطير المواكبة، ولكن أيضا كرياسيون ولا اون انتغراسيون دون ان ايكو سيستيم باش يمكن ليه ديفلوبي لي غولاسيون. وهذه المسألة كاينة أوسي في دار المقاول كي أترافيغ سكون أبيل لي رونكونتر بي تو بي، كي فون بيرميتر لهذوك المقاول أو المقاول الذاتيين أنه يعقد شراكات. و حنا بحاجه لهذا النيتوركين وبحاجه لهذا الشبكات المقاولاتيه حتى نعطيو لهذاك المقاول او المقاول الذاتي او حامل المشروع، نعطيه واحد انفيرونمون اللي يدير واحد الانطلاقه، وانا كنسمي هذه لاكسيليراسيون، سيتادير تسريع بالولوج الى السوق. ما كنعنيوش ان كاينه ازمه كورونا ولا كانت ازمه قبل منها ديال واحد الركود ديال واحد السوق، حتى في اوقات ديال الازمه كتخرج افكار جديده، كتخرج ايضا كتفرز واحد الرؤيه جديده. بدينا كنلاحظوا بعض الصيغات او الصيغ من المشاريع بدات كتخرج في السوق بفعل كورونا، دونك كاين واحد تاقلم مع السوق اجوردي. وهذه بالنسبه ليا رغم ان هناك نقط سلبيه في كورونا، دونك اللي فرزات بعض الركود، ازمات شركات اللي للاسف دارت فايت او افلست، فرزات ايضا واحد الصيغه جديده اللي غادي نسميها انا جيل كورونا، لا جينيراسيون كورونا. هاد لا جينيراسيون كورونا ديال جميع الناس اللي احتكوا بالازمات ديال كورونا واللي تفاعلوا معها، فرزات افكار جديده، فرزات مقاولين ولو كيفكروا بشكل مختلف. نعطيكم مثال اجوردي في الوقت اللي كنا كنتكلموا، حنا درنا واحد التدريب وتكوين للتجار ديال مع بشراكه مع غرفه التجاره والصناعه ديال الدار البيضاء، درنا تكوين ديال التجار ديال الدار البيضاء، دونك التجار ديال درب عمر، ديال قريعه، درب غلاف، وايضا ديال كراج علال. عطيناهم واحد ان سيغتان نوب دو بوان، وتكلمنا ما بين المواضيع على الجبايات، على القانون الماليه 2020، على التكنيك دو نيغوسياسيون، التكنيك كوميرسيال، على ليستيم دو سوا. ولكن ايضا ختمنا هذا البرنامج التدريبي، ختمناه بالرقمنه وبيان لا ديجيتاليزاسيون. اوجوردي مو جو بونس كو سي استراتيجيك، مقاول ذاتي او حامل المشروع او مقاول مقاوله PME، c'est-à-dire من une taille plus grande، ضروري انه ايضا ياخذ هذا الدرب ديال الرقمنه وديال لا ديجيتاليزاسيون ويدخل في هذا العالم ديال الرقمنه، لانها كتفرز ايضا واحد المنظومه فكريه جديده، واحد une organisation ملي كتشتغل على منظومه مرقمنه كتولي ايضا مرغم انك تنظم لي بروسيدور ديال العمل ديالك، وتكون عندك اكثر براغماتيه. بغينا نتكلموا على واحد نسميوها الياس ويكان انيشيتيف، اللي هي نعم نقدر على اخذ المبادره باش يكونوا جميع الشباب حاملي المشاريع ياخذوا هذا ك سلوغون ديالهم، ديال نعم نقدر على اخذ المبادره، يس وي كان اكت في هذا المجال، لان حنا بحاجه لهذيك الفئه ديال المقاولين اللي عندهم واحد الرؤيه
ديال الطموح، عندهم رؤيه ديال الدخول الى المخاطر المحسوبه، سيدير لا بريز دو ريسك كالكولي، لان في عالم المقاولات ما يمكنش اننا نقولوا احنا في واحد العالم مقاولات 100% المسائل مضمونه، كاين واحد الفاكتور دو ريسك، كاينه واحد المخاطره، ولكن خصها تكون محسوبه، وكاين تقنيات ايضا ديال كيفاش يمكن لينا نحسبوا هذاك الامباكت ديال داك لو ريسك، باش تكون عندنا ايضا هذاك النمط ديال المقاربه ديالنا ديال جميع لي زاكسيون ديالنا اللي كنبغيو ندخلوا لواحد المنظومه اللي غادي نشتغلوا فيها وغادي نديروا فيها مقاوله اللي كنعتبرها انايا ان تشالنج اللي هو ان ديفي اللي هو بوزيتيف. حنا كنشجعوا هذه المبادرات. الوغ من خلال الشراكه مع مجموعه التجاري وفا بنك اللي كنشكرهم من هذا المنبر، اللي تقف ايضا في الكفاءات ديال الاطر ديالنا، واللي تقوا ايضا في اون بارطاج دونك لا ميم فيزيون، نفس الرؤيه باش نطلعوا بهذا القطاع ديال المقاول الذاتي والمقاوله الصغيره سي تادير لا تي بي او، وتم ايضا المواكبه ديالهم على ارض الواقع، وايضا غادي تفرز هذه كنظن غادي تفرز واحد العينه جديده من المقاولين بهاد الافكار الجديده ان شاء الله، اللي غادي نتموا حنايا بحال ان غريف اللي غادي يمكن تكون واحد النموذج جديد، ولما لا ان هذا يمكن يفرز ايضا واحد الشق اللي يمكن ليه يكون في النموذج التنموي الجديد اللي نحن في صدد تنزيل بعض الافكار ديالو اللي يمكن ليها تشتغل مع بعض الشركاء. الوغ مجموعه التجاري وفا بنك خلال الشراكه تكلمنا على بعض النقاط اللي هي اولا النقطه الاولى هي اون اوفر باك اللي هما دي باك ديال المقاول، كاين باك انطلاق، كاين باك راس مالي، كاين باك حساب راس مالي، وكاين راس مالي اونتربريز. هادو مجموعه عروض اللي كتحاول انها يمكن لينا نطبقوها، ولا يمكن لينا نعرضوها على ديفيرونت كاتيغوري دونتربريز. كاين المقاول الذاتي، كاين المقاوله جد صغيره، كاين التعاونيات ايضا، كاين حرفيين بالنسبه للصناعه، او الحرفيين او مهنيين بالنسبه للصناعه التقليديه، دونك باش كل واحد انه يمكن يلقى جو ديغي اش من عرض يمكن ليه يستعملو ويشتغل به. كاين ايضا اللي هي مساله مهمه، كاين ايضا اوفر داسيغونس اللي هي اوفر ديال التامين. المقاوله اللي كتكون كتشتغل في ان انفيرونمون ضروري انها تكون عندها ايضا هذه المقاربه، بانها ضروري يكون عندها ايضا تامين. الوغ كاين تامين راس مالي راحتي، كاين تامين محلي بالنسبه لكل ما وقعوا حوادث في المحل، فيغا دي زو اتسيتيرا، دونك هذه المسائل يمكن ايضا تكون هاد المقاربه ديال المقاول انه يامن راسو من على هاد من بعض الحوادث اللي يمكن ليها تعطل ليه لو ديفلوبمون ديالو. وكاين ايضا دونك الشق الثالث اللي هو الشق ديال التمويل او مساعده التمويل، سيتادير يمكن يكون اطار برنامج انطلاق اللي كيخص المقاولات اللي عندها 10 مليون اقل من 10 مليون ديال الشيفر دافير، وايضا المقاولات اللي تخلقات اقل من 5 سنين يمكن لهم يستافدوا من هذا التمويل اللي فيه واحد طو دانتيغي ديال 2% وبضمانه ديال لا سي سي جي اللي كتضمن 80% من هذا التمويل. ايضا لو كريدي دانفستيسمون اللي كيهتم ولا كيتعلق بشركات اللي كتطلب هذا الكريدي دانفستيسمون يمكن لهم يطلبوا تمويل على شراء معدات، تمويل على شراء ماتيريال غولون سيتادير ان فيكول،
ماشي سيارة خاصة ولكن فيكول اوتيليتير اللي غادي يخدموا في الـ في الـ في اطار الشركه ديالو ولا في اطار لوزين ولا سواء ان فيكول دو ترونسبور سواء ان فيكول دو اوتيليتير. وكاين ايضا لو كريدي رولونس. لو كريدي رولونس اللي هو خاص بالفئات اللي تضرات من ازمه كورونا. هاد كريدي رولونس فا بيرميتر ان تي بو ا انجكتي جو ديغي ان سوفل بالنسبه لهاد المقاولين، سيتادير يمكن لهم يستافدوا ب 10% ديال 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 التمويل. 10% كتاخذ كنسبه من رقم المعاملات ديالهم ديال السنه الفارطه. دونك الا درتي 1 مليون درهم السنه الفارطه يمكن لك تستافد من 100000 درهم، سيتادير 10 مليون كتمويل لي بوغ انجيكتي دون لا كيس باغ افوار ان فون دو رولمون. هادي غير باش تكون شويه الانسان يمسح هذوك التداعيات ديال كورونا qui ont été constatés par manque de trésorerie, par impayés, par retard de paiement, etc. Donc ça permet à l'entreprise, chouïa, je connais un souffle, une clé à chouïa. Bien sûr, il y a bien sûr 95% de la garantie, et donc qui est facilement accessible. دونك خصوصا بالنسبه للشركات المتضرره. دونك حنا في هذا الاطار هذه الاتفاقيه دونك غادي تكون اون ايكيب ديال حاملين المشاريع، دونك مجموعه من حاملين المشاريع من جميع جهات المملكه. دونك غادي نقدموا من كل جهه ديال المملكه شاب او شابين او حامل مشروع في 12 جهه، وغادي نضيفوا ايضا الجهه 13 ديال المهاجرين المغاربه بالخارج باش ايضا يساهموا في هذه المبادره ديال المشاريع والاستثمار في المغرب، حتى نشجع هذه الفئه من المغاربه انهم يستثمروا ويتعرفوا بالموارد ديال البلد ديالهم. اذا كنا كنتصوروا بان وهذا واقع ان هناك عده مقاولات اللي تضرات من كورونا، هناك عده مقاولات اللي اعلنت في الافلاس ديالها، ولكن هناك ايضا عده مقاولات اللي غادت كي فواغ لو جور دونك اللي غادي تنطلق مجددا ولكن برؤيه جديده للسوق، وغادي تنطلق ايضا بواحد قناعات انها اجوردي المقاوله خصها تكون مقاوله منظمه. دونك لونتربريز دو ايتر لونتربريز كي ستركتوري باش يمكن لها انها تكون عندها واحد اون ستركتور دو ديفلوبمون، وايضا تكون عندها اون ستركتور دو ريزيستونس ولا دو ريزيليونس، لان ما يمكنش عندنا تكون المقاوله حتى ولو كانت مقاوله جو ديغي مقاول ذاتي او مقاوله عائليه، هذا ما كيمنعهاش انها تكون عندها واحد المنظومه وتكون منضبطه في المسائل ديال الاداره ديال الماليه ديالها، ديال الموارد اللي خصهم يكونوا موارد ذو كفاءات عاليه، وايضا تكون هناك واحد الدرايه بالسوق وبالمحيط ديال السوق. ما يمكنش لينا نمشيو لواحد نديروا واحد المقاوله بحال بعض المقاولات باغ اكزومبل ديال انتاج الحليب اللي الى انفيستي في واحد الجهه معينه، ولكن ملي كونت الى انفيستي لقى عنده مشكل باغ اكزومبل كيفاش يمكن ليه يجمع الحليب باغ اكزومبل. علاش؟ لان هذيك الجهه جميع دوك التعاونيات اللي كاينين كيعطيو الحليب لواحد الشركه معينه، دونك تصبح ممنوع عليه انه غير بالسهل انه يوجد هاد الماده الاوليه. هذا كنعتبروا حنا خطا في ليتيود دو مارشي اللي خاص نورمالمون لي زونتربريز ولا اللي كي لونسي ان بروجي خصو يستشعر هاد المخاطر اللي كنظن انها غير مسموحه. دونك هذا هو بغينا تكون هذه المقاربه حتى عند المقاولين الصغار او الذاتيين، تكون عندهم واحد المقاربه ديال 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 ليتود دو مارشي ديال لاناليز دو مارشي، وايضا ديال استشاره ديال الخبراء، لان حنا ما عندناش الخبره كافيه كمقاول. انا عندي اختصاص ولكن ملي كنحتاج واحد الخبره معينه كنختار اسمو لا وكنستشار مع خبراء اللي عندهم درايه واسعه في هذا المجال. بالعكس ما كنضيعش الوقت ولكن كنستافد وكنربح الوقت وكنعطي المقاوله ديالي واحد اكسي
للسوق اللي هو اكبر، وكنعطيها ايضا سمعه اللي هي اكبر. و جو بونس كوجوردي هاد الكبوات اللي كيوقعوا المقاوله بالعكس كيقويوها ماشي كيضعفوها. وهذا هو الميساج اللي بغيت نلونسي للمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع، شباب وشابات، وايضا غير الشباب وغير الشابات في جميع السن. اني جامي ترو طار، يمكن اي واحد عنده فكره مشروع انه ياخذ المبادره. اهم حاجه هي اخذ المبادره. هادشي علاش لونسينا حنا هذاك السلوغون يس وي كان انيسييت، سي دير اون بو بروندر لينيسياتيف. دونك يس ممكن لينا ناخذ المبادره. ومرحبا بالشباب ديالنا ومرحبا بالشابات ديالنا ديال الوطن ديالهم، محتاج لهم في هذه الاونه. شكرا.